الأمازيغية المعروفة، يعني فنان معروف سنوات بالعطاءات ديالو بالأشرطة ديالو الموسيقية وبالأغاني ديالو الناجحة. غاب علينا الواحد الفترة لكنه اليوم رجع بقوة، وهو اليوم واحد من الأسماء البارزة على مستوى المجموعات الأمازيغية أمريكان تروبا، هو من الأعمدة ديال الأغنية الأمازيغية. اليوم حاضر معنا من خلال مهرجان تيميزار، هو مجموعة من الفنانين الكبار عائشة، أعزائي عزتي عتمادي استماع، نخليكم مع الفنان المتألق لحسين بيزمكاد. We'll be right back.